طيبة. معنا رجل الأعمال وهو غني عن التعريف الأستاذ ناصر العلي. في البداية مساء الخير. مساء النور. في البداية حظا للألقاب وبعيدا عن الألقاب وأنت غني عن التعريف، من هو ناصر العلي؟ ناصر العلي من مواليد قطر، الشهادة العلمية الثانوية عامة، عملت في وزارة الكهرباء في سنة 1992 إلى 31/12/2005. ب 31/12/2005 تركت العمل الحكومي على أساس أتفرغ لمجالي الخاص. قبلها بست شهور في 1/6/2005 كنت مؤسس مؤسسة ناصر العلي للمشاريع. فلما تركت الحكومة انشغلت مع شركة أعمالي الخاصة واستمرينا. البداية كانت على أساس أن نشاط الشركة في مجال الإنشاءات والمقاولات. في بدايتنا طبعا لازم كنا أن نستعين بالشركات الكبيرة اللي هي أكبر الشركات اللي تعمل في قطر في مجال الإنشاءات والمقاولات. فطبعا قمنا نعمل مع الشركات الكبيرة، بدينا بست عمال واستمرينا نزيد في حجم العمالة وفي حجم الموظفين في الشركة أو في المؤسسة. نعم. فكان في تطور كبير والهائل اللي حصل في دولة قطر. نعم. اللي هي بلشت من 2004. احنا طبعا من 2005 كنا في البدايات مع التطور. صحيح. فالتطور الكبير ساعدنا بشكل كبير، كنا نزداد في أعمالنا ونزداد في حجمنا وفي موظفينا لحد اليوم. أول قسم في قسم الإنشاءات والمقاولات، ثاني قسم في مجال تأجير العمالة المهنية المحترفة والمدربة، ثالث قسم في مجال العقارات. من الإنجازات اللي نفتخر فيها أن احنا شاركنا ببناء مطار حمد الدولي الجديد من بدايته، وفي المرحلة الثانية اللي هي كانت في التوسعة في المرحلة الثانية اللي كانت قبل كأس العالم، وإن شاء الله في المرحلة الثالثة اللي راح تبدأ في خلال شهرين إن شاء الله. والمشروع الثاني اللي ساهمنا فيه اللي هو المترو في الخط الذهبي، ساهمنا في إنشائه مع الشركة الرئيسية اللي كانت شركة التحالف، احنا شاركنا معاهم من البداية إلى النهاية في الخط الذهبي. والله من ضمن الشهادات اللي حصلنا عليها اللي هي شهادات الأيزو، واي شهاده نحتاجها راح نعملها، لان احنا دائما نحاول ان نطور نفسنا، دائما نحدث نفسنا، دائما نعمل ابديت مثل التليفون، دائما يكون في تحديث جديد. فدائما الزمن حاليا يحتاج الى تحديثات مستمره. محبة محضاري وقولها بكل فخر، أنا قطري أنا قطري. ميزنا بالجودة، بالاحتراف، بالصدق والأمانة، هي أهم شيء في العمل التجاري. فهذه الأشياء دائما احنا نحاول نستمر عليها. اختيار الموظفين، عندنا مجموعة من الموظفين اللي هم الأساسيين، دائما انا بشترك معاهم في اختيار الموظفين وفي عمل الاختبارات للموظفين الجداد. طبعا الموظف لما يبدا بالوظائف الصغيره او في البدايه، وبعدين كل ما يثبت نجاحه نرقيه ونخليه في اماكن اكبر واعلى. هذا اكيد احنا نصرف على التدريب مبالغ كبيره، احنا حتى مش على الموظفين، حتى على العمال.
يعني مثلا في بعض العمال نصرف عليهم العام الواحد بكلفنا تدريبه حوالي 4000 ريال. هذا نتكلم على عامل واحد. احنا اليوم نضم 4000 عامل. فلما تيجي على 4000 عامل، لو قلنا مثلا ان 2000 منهم نصرف عليهم دورات تدريبيه ونصرف عليهم بال 4000 او 3000 ريال، فبيكون مبلغ كبير. في مجالنا ان نكون من افضل الشركات اللي في مجالنا اللي نعمل فيه. وفي خطه اللي هي تعرف الخطه الثانيه ان نكون من 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 اكبر الشركات اللي في مجالنا في 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 قطر ان شاء الله. هذه الخطه اللي انا قاعد اشتغل عليها. الرؤيه 2030 اهم شيء لاي رؤيه، اهم شيء الاخلاص وبذل الجهد، ودائما يكون الانسان يطور نفسه، لان العالم حاليا يحتاج دائما يتطور بشكل سريع. فاهم شيء تطور. 2030 الدوله حط رسمت الخطط للوصول 2030. احنا نحتاج احنا كقطاع خاص ان ندعم الدوله ونسندها في الوصول لاي هدف الدوله تريد ان توصل له. محبة محضاري وأقولها بكل فخر، أنا قطري أنا قطري. والله شوف، ما بدي أقول كلام إنشائي على أساس أن نقول يعني أن المفضل أن الجهد والإخلاص والتفاني في العمل. لا، خلينا نقول أن لأي رائد أعمال يبغي يبدأ في العمل التجاري، في أول خطوة يعملها أنه ينضم لأي شركة في المجال اللي هو حاب أن يشتغل فيه. ينضم للشركة حتى لو مجانية، يعني ما يأخذ عليها راتب افتراضي،
أساس يشوف الصعوبات اللي تمر فيها الشركات ويتعلم منها. هذه أهم يعني نقطة إن يبدأ فيها أي شخص. أما بدي أقول إن إيش مثلًا إن الأشياء اللي هاي معروفة حتى اللي المستمعين أو أي رائد أعمال بيعرف إن في أشياء لازم يعملها. صحيح. بس الأفضل نصيحة إن يشترك مع أي شركة في نفس المجال اللي هو يشتغل فيها ويشتغل فيها براتب أو بدون راتب. على أساس هنا راح يتعلم مجال العمل. وراح يشوف الصعوبات لأن العمل التجاري أغلب صعوبات ترى. صحيح. يعني من بدايته إلى لحد ما توصل 70% من 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 الفترة التأسيسية كلها صعوبات. صحيح. لأن بعد التأسيس وبعد مرحلة التأسيس راح تخف الصعوبات شوي، راح تبدأ عندك صعوبات من طرق ثانية. يعني من يستحق منك كلمة شكر؟ زوجتي ساعدتني كثير، هي كانت يعني ألهمتني في مجال عملي وساعدتني في مجال عملي، هي الفضل الكبير بصراحة. يعني وأيضا نتشكر من ذكرت عبر برنامجنا وقناتنا، وأيضا نتشكر جميع الأشخاص اللي ما ذكرناهم اليوم عشان ما حد يزعل من ناصر إذا نسيت أي حدا تذكره. يعني قبل ما ننهي برنامجنا، قبل ما يدهمنا الوقت ضيق البرنامج أستاذ ناصر، اليوم الحمد لله داخل دولة قطر نحتضي بنعمة الأمن والأمان، وهذا الشيء من لم يأتي من فراغ، هذا الشيء أجل فضل ربنا وحكمة شيوخنا الله يطول عمره. وزي ما تعرف الحمد لله اليوم الدوحة أخذت من أوائل الدول وأوائل المدن بالأمن والأمان، وهذا الشيء ساعدنا إنه بالاستثمار مثل كبيرتنا فاتح، مثل سيارتنا فاتحة، ما بنخاف قلبنا بنخاف كيف نطور عملنا. اليوم نحن نبتدي بوالدنا وقائدنا وباني نهضة قطر الشيخ حمد، واليوم أمير الشباب الشيخ تميم المفدى اللي أخذنا بأحداث كأس العالم رايح بنا للعالمية. بنهاية برنامجنا من ناصر العلي وفريق عمله ومكاننا البسيط المتواضع احنا موجودين فيه، رسالة الشكر راح تكون تفضل. والله أشكر شكر كثير لصاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني اللي هو صاحب التطور الكبير والهائل لدولة قطر، وأيضا إلى سمو الأمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني اللي قاعد يكمل هالمسيرة، واللي أنا متأكد إنه راح نشوف أيام أحسن، وراح قطر راح تزدهر في فترة حكمه. الحجر ما نبطاري أنا قطاري أنا قطاري.